كنا جالسين احنا شباب اثنين باستراحه وثلاثه فقالوا سكيت، انا ما ادري وش السكيت ولا ادري وش رياضه السكيت ولا اعرف شيء عن سكيت. حلو. فقالوا انها كفرات تلبسها تمشي فيها. حلو. قلت يلا نجرب الدنيا تجارب. لعلي دخلت فيها، جربت السكيت عجبت فيها، كل اللي كانوا معي يتركوها، اللي كانوا يشجعوني يحمسون. الحمد لله استمريت لين وصلت مرحله الاحتراف. ما شاء الله تبارك الله. طيب لا هنا البس اروح العب هنا ما اقول شيء اروح العب ما اقول شيء. حبيبي احمد، انتم كفرقه يعني هل انتم مثل بعض الفرق اللي مجرد حماس وتقفون، ولا ان شاء الله راح نشوف دينجر سكيت يقدمون محافل ويمثلون المملكه العربيه السعوديه؟ ليش لا؟ لا احنا ما احنا فرقه اسم فرقه، احنا اخوان. اول شيء دينجر سكيت اخوان. الله كلام كبير. الله. كلام كبير. الو الو كوتش، واضح انه كوتش من 2009. تبكي تحت الشعر ولا لا انت؟ ها؟ تبكي اسلم. لا لا عرفتك. لا لا الحمد لله من 2009 وحنا دينجر سكيت ما تغيرنا، يعني في تغير مجموعه تدخل مجموعه علينا جديده، بس احنا هو احنا ما تغيرنا. والحمد لله يعني كل ما قدمنا بعرض صار مبدعين الشباب. ما شاء الله. طيب سؤال معليش. في عرض سويتوه انفلق واحد، انطعج واحد، مثلا واحد انكسرت ايده، جاء شيء؟ والله شوف انا ما اكذب عليك اذا قلت ما هي بخاطره، خاطره انا طال عمرك. طبعا على اسم الفريق بعد دينجر. اي دينجر. انا مره لعبت وقال لي جاء في بس بالارضيه في اختلال شوي. اختليت وطحت على ركبتي، بس الحمد لله عدت الامور فعلا، لان يبي لها عرض مستوي الظاهر. لكن ايه. انتم احيانا الظاهر قد شفتكم عرض تقدمون بعد نار ومدري ايش. حلو. انا بعطيك نقطه يعني انا يمكن اكلت الجو على الشباب واشوفك قاعد يتوزع يعني عشان يقال لي منصف يعني. ايش رايك فيه؟ اصلا مقدم؟ اصلا مقدم؟ طبعا قبل ما اقول لك وضعيه النار او كذا، ترى الفريق يعني مو فريق استعراضي بس، ترى يعني قدم اعمال تطوعيه. حلو. يعني لا تحسبوا انه مثلا كل هدفنا انه يعني صحيح نستمتع بلعباتنا، صحيح ناخذ ماده باللعبه، لكن ترى قدمنا اعمال تطوعيه، يعني مثل برمضان قدمنا وجبات افطار واحنا عند الاشارات وحنا نمشي مسافات، يعني كان به متعه اكثر من ما انك تمد وانتم بسكيت. بسكيت هي قدمنا وجبات، يعني وجبات الله. كبيره. غير انه مثلا ملتقيات دعويه يكلموننا يقولون يعني لو جاك احد وعطاك ورقه يمكن تاخذه وتحطه بالسياره ما تقراه، لكن اذا جيتك باستعراض تقرا الجدول وتقول وش السالفه. فالحمد لله شكر كان لنا لمسات يعني دعويه او تطوعيه بمعنى الاصح. دعويه صرنا مشايخ احنا، لكن لمسات تطوعيه الحمد لله والشكر. وما زلنا نقول حنا اي عمل تطوعي حنا قده وحنا اهل هالعمل ذا. طبعا حنا وقعنا عقد شراكه مع فريق احمد التطوعي، يعني احنا تابعين الان فريق احمد، يعني هو اللي وجهنا، هو يعطينا مجال، يعني هو اللي اهلنا، اعطانا دورات يعني تاهل انه فعلا تقابل المجتمع بشكل عام، والحمد لله والشكر يعني. ما شاء الله. اي لكن موضوع النار والمواقف ما المواقف، من قال لك؟ مره من المرات احرجوهم مدرسه، قالوا لي الا تيجي تقدم عندنا عرض. قلت لهم ما يخالف، العدد وما ادري شلون والطلاب يدرسون وكذا، فقالوا لي لازم. طلعت انا واثنين من الشباب استعراضيين. يوم وصلنا المدرسة، الآن قربنا فقرة العرض، يلا ما شاء الله الحين دينجر سكيت بالأعلى على المدرسة. طلع واحد ناسي سكيته. بالله. أيه. ولو طلع الثاني جايبين ثنتين يمين. يعني شلون؟ استعراضه كله. قبل النوم ضف اللي عنده. يعني تعرفت هو موضوع النقاط اللي يقول لك نقاط وما نقاط، ولا نقطة شفتها كلها طيحت. هذه من ضمن المواقف اللي واجهتنا، من ضمن مواقف قائد الفريق اللي حتمر رميح. انكسرت ايده كسر، يعني مو بوجع او كذا، يستعرض. طبعا اللعبه نوعين، نوع اللي هو استعراض كونز، ونوع اللي هو قفز ونط اشخاص من سدحيه مثلا، تنط خمسه سته سبعه، يعني بموضوع الاكشن وبموضوع نار الكسر. يعني ما تقدرون تسوون بحكم المكان. اكيد يعني ترى مكان الكونز اللي حطيناه نقدر نحط نار ونخيط بالنار. ايه ونقدر نحط حلقه بنار ونجي وننط، لكن المكان ما يسمح، ولعله ان شاء الله اذا حصل لنا مجال بالقريه ان شاء الله نجيب نار بلا استديو. عاد هو استديو ما شاء الله غالب عاد حله. طبعا اليوم طبعا عالميا يصادف يوم الاسير الفلسطيني، موضوع بحكم ذكرني فيه بحكم اللي هو الاعمال التطوعيه او الاعمال الدعويه بشكل عام. مستحيل ننسى قضيه الاسلام الاولى، قضية فلسطين، بحكم أن اليوم يعني اليوم العالمي لذكرى الأسير الفلسطيني، الله يكون بعونهم. فلسطين أو المسجد الأقصى هي قضية الإسلام الأولى اللي ما راح ننساه، ومهما أنسانا إياه الزمان
قلوبنا ستبقى تذكر هذا الحدث العظيم، ستبقى تذكر هذا هذه المصيبة العظيمة. أخوانا يعني في فلسطين بشكل عام، الله يكون بعونكم، الله يكون سند لكم يا رب وينصركم، ونفرح جميعا بعودة المسجد الأقصى إلى حوزة الإسلام والمسلمين. يا كوتش، كوتش سام طال عمرك، وش الجديد؟ الجديد كل شيء عندنا جديد. يعني هل مثلا فكرت، بما انك مدرب، بما انك كوتش الان، هل فكرت مثلا تسوون حركات ثانيه؟ يعني مثلا تخترعون حركات؟ والله اشوف الشباب انهم مختموا ما شاء الله عليهم، كل يوم يطلعوا لهم حركه. لا ما شاء الله، انا اتكلم انه مثلا تبتكرون بعد زياده. اكيد لابد التطور. حلو، يعني في فكره اكيد اي لابد. حلو، ان شاء الله في مستقبل، ان شاء الله باذن الله انه في تطور كبير ان شاء الله، وتجر سكيت ان شاء الله تشوفه بالعلالي. ما شاء الله تبارك الله، ما شاء الله تبارك الله. عبيد، وش تشوف مستقبل انت؟ والله انا ترى انا في كلمه توجع من المجتمع، يعني اللي هي طبعا تعرفون انتم الفرق الترفيهيه او الفرق الاستعراضيه، نعم، او اي مجموعه تكون له مواسم. لا مواسم، يعني احنا مواسمنا بالعطلة الصيفية، بالأيام المفتوحة للمدارس، فيجيك واحد يقول فشلت مجموعتكم، ما له طاري أو ما له صيف. هي ما فشلت، لكن المواسم مثل أي شيء يعني، صح. لكن الحمد لله والشكر احنا عندنا برامج مستقبلية، وعسى الله ييسر، والآن على طور عمل إن شاء الله فيديو يعني زي الروبرتاج او البرومو تعريفي، يعني مو تعريفي، بيكون يعني زي الاكشن شوي، يعني له نصيب من اسمنا شوي. اللي هو خطر سكيت. طبعا انا كنت موعد دينجر سكيت بمؤثرات صوتيه لهم. الله المستعان. تدرون كم قبل؟ يمكن ما يقرب 6 سنوات، صح؟ لكن انا من المنبر هذا اقول ابشروا بسعد، وشيء يشرفني والله. يا من اي والله، لنا الشرف والله، شيء يشرفني بالعكس. وغير كذا بحكم اني وعدتكم يعني، لكن مثلكم يعذر. انا ما ادري ايش اقول، لكن ما يغلى الله وجهكم، يعني الله انكم شرفتون. واحب اذكر السادة المشاهدين بعد انه بعد شوي راح يكون في ضيوف ثانيين راح يجيبونكم. وفيه فقره صوتك مع سلمان بعد شوي، فيه اصوات جدا جميله، راح ناخذ اتصالاتهم وراح نسمعهم وراح ننطرم معهم. حبايبي دينجر سكيت، بيض الله وجهكم، ما صلحنا شيء، ما قصرتوا، وباذن الله كاني ارى دينجر سكيت يمثل المملكه، ويمثل يعني يمثل المملكه في محفل دولي، وفي محفل عالمي باذن الله، وتحت مظله رسميه من رعايه الشباب باذن الله. باذن الله، بحكم انها هي اسمها على مسمى، من بؤك الباب السامع على قولة المصاري. يسر دينك، وانا عاد مشتهي كشري. حلو، ضبطوا لنا كشري يا اخوان. لا امي يمكن تسمعك الحين، وانت ناسي ان امي طباخه، يعني ترى امي توعدك عادي بكشري. امسي على امي واقول الله يخليك لي، وما لا تنسى سلمان بالكشري. زين، يعني ضمننا كشري خلاص. لا ترى مشتهي بنت لي. هذا خلاص بنت لي؟ بنت لي ما عندنا قروش، احنا تمر شاي خلاص قضينا احنا. كل اللي طيب اي شيء. والله ما عندناش. شردي جاي من كيدا. والله في عندنا سكيت، ما عندنا سكيت. حلو، سكيت سكيت ابرك السعاده. لا لا، ابي منكم تعلموني عليه بس باذن الله. انت عطنا المؤثرات واحنا نعطيك. هلا، واحده واحده. بيض الله وجيكم، ما قصرتوا. تمنيت انكم تقعدون الى اخر السهره، لكن بحكم انكم وراكم خط. الله يعين. شاكر لكم جميعا تلبية الدعوة، وما قصرتوا، وبإذن الله لنا معكم لقاء آخر، وواصلوا بإذن الله. الله يعطيك العافية، وأشكر القناة على إتاحة الفرصة لنا أننا نجي ونقدم العرض. يمكن كل واحد أمنيته أنه يقدم يعني من منبر عالي مثل هالقناة ذي، يعني احنا اكيد الشباب وده امه وده ابوه وده اخوه، يعني بحكم اننا ناخذه احيانا، فتعرف انت قاعده الشيبان، اخذت ولدنا اخذته، خلوا يشوف ولده ونقول ترى عيالكم كباتن ويمثلون عيالكم على خير، وان شاء الله انهم راح يقدمون شيء يفيد. يعطيكم العافيه، شرف لنا اننا جينا بهالقناه وباستضافك بعد، ويعطيكم العافيه وما قصرتوا، واعذرونا على قصور. الله يعافيكم اعزائي الساده المشاهدين، بعد شوي رايحين. تعال تعال تعال، لا تروح. حلو، بعد شوي طالعين فاصل وراجعين مع ضيوف ثانيين، خليكم قريب.
تسهي بتفايح العابي وراضي المغطي.